اسمي اسماء زوف لنون and welcome to another episode. لوبجيكتيف ديال الزوم تيبانو مزيان. I miss you so much bro. هادشي زيد عليا بزاف حق الله. فدار خلات فقص سينيماتيك. ربع شهور ما شافوش برا. سيلي الغبية is here. غلطت بزاف. لوكا أول مرة تغلط بحال هكا. مالي نطار كانوا كيعطيو الماكلة بزاف وما كانوش كيخرجوا وما يغلطوا. على جو كي داير شرستو مازال البرد. تخيلوا معايا أنا لابس هادي وكاين البرد. هاد الفيديوهات الآخرين بحال كيتعاودوا حيت كنجي كنخرج الكلباش كنبداو ندورو في الجبل ما كتكونش حاجة سبيسيال ولكن أنا كيعجبني هادشي. سيلي واش دابا هادشي مريضة ولا غير غليظة؟ هادشي اللي بغيت نفهم أنايا. دابا اللي مديرونجيني هو كنشوف لوكا كتجري واخا غليظة وسيلي ما كتجريش. احسن حاجه فاتني هي الطبيعه جبال بالضبط. فهمت البحر كيعجبني ولكن ماشي بزاف زعما الا حطيتيني ما بين الغابه والبحر نختار الغابه. سيدي هو زيد عاوتاني ما تخلينيش مديرونجي عليك. تمشي باش رقاقي شويه. شوف انا كيوليت الترازه ديالي مسكينه قدام وساعات نشري شي وحده. نشوفك من القلم شي حاجه يلعبوا بينا. لا يلا يلا كتكون لوكا. يلا زيد 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 جيب يديك جيب يديك. هاي نسكو سبيك لوكو سينيماتيك اي لايك. راهو بوميرا كتكوسي ليا بس تلبا كيدك لوكا. لا 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 مسخشينا لوكا. سيليا اجينا كنبغي نديرو سينيماتيك ولكن سيليا كتفرطنا. لوكا صاي سيليا سيليا البارح طفتنا الكاميرا في الجبل ما قدرتش نكمل لكم التصوير صور قلت اليوم نطلع كليب باش ندوش ليهم. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نلبسو هاد القميص من الشمس كتكون سيليا. هاشي هاشي نلعب معاه صارش عليه زعما راني نطلع عليه في متر وسبعين. شكون اللي تبدا الاول انت ولا هي؟ لوكا هي الاولى باش ما تصدعناش. اش باسلة عندنا انا الصابون البلدي الراعي الرسمي ديال اللي قالت على ودي واحد الجرحان دينا في يدي وخاصك ملي تكون مجروح ما تخليش الكلب يحس لك ديك الجرحة ولا يقيسك الدفال ديالو ولا اي ميكروب فهمتي باش ما يكونش عندك تعفن.
نشوف واش يصلح لينا نركب واحد الشيء باش ندوز عليهم بحال داكشي ديال الباور واش. ديال البرغوث وديال البق وشنو هذا الكراد واقيلا بارك واقيلا ريحتو مجهدة. الكلاب كيعجبوهم دير لهم مساج في ودنهم كيجيو من الناس لوكال. عرفت ملي مشيت لقطاشر من واحد قال لي صافي دوك الكلبات عيطيهم ولا بيعهم ولا مهم نسى عليك هادشي وبدا حياة جديدة وكمل زعما يوتيوب معطاني صافي خاصني زعما نسلم ونمشي نقلب على راسي. ولكن ماشي مقدرتش نتخلى عليهم وكنقول لهم كنقول مسالي ولو كرا بحال بناتي دجاجات وعزاز عليا زعما لواحد الدرجة في شكل ما بعتهمش ما ديتهمش للسوق ما ذبحتهمش خليتهم عند الدريتا اللي عاش اللي ماس نشوف واش دابا راه كي غادي يشكل لي عائق في حياتي ما نقدرش نتزوج شي وحده ما كتبغيش الحيوانات وتقول لك لا كنخاف من الكلاب وما نقربهمش وكذا خاصو علاش تكون عندها نفس الليفل ديال زعما تبغي الحيوانات وتهلا فيهم وتحن فيهم. درت لكم حمام بلدي ها نقسم لهم الشروط باش ما يتدابزوش حيت ملي مشيت ما لعبوش الوالد ما كيقدش يلعب معاهم. لا راه وديك راه وديك خشوي كيعجبهم الصوت ديال التقطع صيفطت ولد ختي جاب لي هادي من التلاجة كندير هاد الشمد وكنديرهم في الماء باش يشربو ما بارد فهاد الصهد هادا. ماشي مبردة خاصني تدري في مش مشكلة ديجا ولكن أول مرة شوفهم شوف شنو هذا سيت سبيد